السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية، مكون الصرف والتحويل والتراكيب. هذه الحصة تندرج ضمن الأسبوع الثاني من الوحدة الأولى، مجال الحضارة المغربية، المرجع الجديد في اللغة العربية للمستوى الرابع بطباته الجديدة. إذا نبدأ على بركة الله. أتذكر إذا لدينا هنا أقسام الكلمة. الحصة الثانية، إذا ما هي أقسام الكلمة؟ إذا تكون الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا. إذا الفعل هو ما يدل على حدث عمل أو طلب أو طلب حدوثه، هنا ما يدل على حدث على حدوث عمل في زمن معين. الاسم هو ما يدل على إنسان، حيوان، جماد أو نبات. أما الحرف فهو ليس باسم ولا فعل، ولا يكمل معناه إلا حين يربط بين الكلمات أو الجمل. إذا كما قلت تكون الكلمة إما اسم، فعل أو حرف. إذا الاسم ما يدل على إنسان أو حيوان أو جماد أو نبات. مثلا اسم إنسان خالد، مديرة، أحمد، كريم. نبات شجرة، زهرة، وردة. اسم جماد كتاب، لوحة، مائدة. اسم حيوان قطة، كلب، إلى غيرها. الفعل هو ما يدل على حدث عمل ما في زمان معين، مثلا كتب، دخل، اجلس، ارسم، يكتب، يقرأ. إذا هذه هي أقسام الكلمة. إذا أتذكر أكمل الجملة بما هو مناسب. إذا أكمل الجملة باسم. أحب مثلا وطني، أحب وطني. الأزياء المغربية أنيقة أو جميلة. أكمل الجملة بفعل. الخياط القفطانة. إذا طرز أو خاط، خاط الخياط القفطانة. المهندس القنطرة. صمم، إن هنا نكمل بفعل. إذا طرز الخياط القفطانة، صمم المهندس القنطرة. أكمل الجملة بحرف. أرسم، أرسم بماذا؟ بالقلم. إذا حرف الباء. أخرج ساحتي، إلى الساحتي. أغني تعلماتي. أقرأ النص. وقفت الأم مع طفليها وهم يتأملون صومعة الكتبية في صمت. قال أحدهما: إن عظمة أجدادنا تظهر من عظمة آثارهم. التقطوا صورا وانطلقوا بسرعة إلى أماكن ومعالم أثرية أخرى. إذا أستخرج من النص اسمين وفعلين وحرفين. إذا نستخرج من النص اسمين. إذا مثلا لدي الأم الكتبية، إذا مثلا صومعة. نختار اسما آخر، صورا. إذا فعلان: وقفتي، يتأملون، قال. إذا قال تظهر. إذا النص مليء بالأسماء والأفعال والحروف. إذا أستخرج حرفان، لدينا مع ولدينا و، لدينا أيضا في، إن، من. ننتقل لمكون التراكيب. إذا أتذكر الجملة المفيدة. إذا ما هي الجملة المفيدة؟ إذا الجملة المفيدة
يكون لها معنى تام، يكون لها معنى تام. الجملة المفيدة هي التي يكون لها معنى تام، والجملة غير المفيدة تكون ناقصة المعنى، تكون ناقصة المعنى. إذن أركب ثلاثة جمل مفيدة تتكون كل واحدة منها من كلمتين فقط. إذن كل واحدة تتكون من كلمتين فقط. إذن مثلا لدينا السماء صافية. أنا أكيد المتعلم والمتعلمة سيكتبوا على دفتر التحرير. السماء أو دفتر المنزل صافية. إذن يجري إذن ممكن أن نقول يجري الماء أو يجري الأطفال. يجري الماء، يجري الأطفال. أحب المغرب. أحب المغرب. الكتاب ممتع. أحب الحكايات. أغني تعلماتي. أقرأ الحوار. الأستاذة، ساهم المغاربة في تطور العلوم، فهل تعرفون بعض العلماء المغاربة المعاصرين؟ أحمد، المهدي المنجرة. سارة، أعرف سهيلة أبو عطرة عالمة الكيمياء الشهيرة. خالد، أعرف كمالا الودغيرية المهندس في الاتصالات والعلوم وعلوم الفضاء. مروة، رشيد اليزمي. أصنف أجوبة المتعلمين الأربعة إلى جمل مفيدة وأخرى غير مفيدة. إذا مثلا الجمل المفيدة، أعرف سهيلة أبو عطرة عالمة الكيمياء الشهيرة. أعرف كمالا الودغيري المهندس في الاتصالات وعلوم الفضاء. إذا هذه جمل مفيدة. بالنسبة للجمل غير المفيدة، المهدي المنجرة، ولدينا أيضا رشيد اليزامي. إذا المهدي المنجرة ورشيد اليزامي. أكمل الجملة الغير المفيدة بما يجعلها مفيدة. إذا مثلا المهدي المنجرة عالم اجتماع مغربي، هكذا ستكون الجملة مفيدة. من هو المهدي المنجرة؟ المهدي المنجرة هو عالم اجتماع مغربي. رشيد اليزامي مهندس وعالم مغربي. إذا قلنا المهدي المنجرة فقط لا، الجملة ليست مفيدة ناقصة المعنى، وإذا قلنا رشيد اليزامي فقط الجملة غير مفيدة وناقصة المعنى أيضا. إذا نعرف بالعالمين، المهدي المنجرة عالم اجتماع مغربي، ورشيد اليزامي مهندس وعالم مغربي. بمن من المتعلمين يحسن الاقتداء في صياغة الأجوبة ولماذا؟ إذن إذا عدنا إلى أجوبة التلاميذ، لاحظوا ماذا قال أحمد، المهدي المنجرة وسكت. سارة، أعرف سهيلة أبو عطرة عالمة الكيمياء الشهيرة. خالد، كمال الودغيري المهندس في الاتصالات وعلوم الفضاء. مروة، رشيد اليزامي. إذا بالنسبة لي إذا أردت أن أقتدي سأقتدي بإجابة خالد، لأنه أعطى تفسيرا تعريفا مفصلا عن كمال الودغيري. إذا يحسن الاقتداء في صياغة الأجوبة بخالد لأنه أعطى تعريفا مفصلا عن كمال الودغيري. يحسن الاقتداء في صياغة الأجوبة بخالد لأنه أعطى تعريفا مفصلا عن كمال الودغيري.
بمن من العلماء ستقتدون مستقبلا ولماذا؟ إذن هنا كل متعلم ومتعلمة سيختار عالم من العلماء ويذكر سبب اختياره. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.